الآن أعزائي التلاميذ سنمر إلى رسم حرف الصاد. رسم حرف الصاد، نقرأ: صديق، مصحف، لص، صوص. أعيد: صديق، مصحف، لص، صوص. الآن سنلاحظ هذه الكلمات. الحرف الأول صديق، تبدأ هذه الكلمة بحرف الصاد، تبدأ بحرف الصاد، ص جاء في أول الكلمة. أعيد كتابته هنا بهذا الشكل، ص. الآن يا أطفال سنرسمه في الفضاء، تابعوا معي. أضع يدي، أصعد لخط منحني وأعود، ثم سن. هذا بالنسبة للصاد في أول كلمة. الآن أمسكوا أقلامكم، سنكتبه على الألواح، تابعوا معي. أبدأ من هنا، أضع نقطة، أعود إلى جهة اليمين الآن، أصعد بخط منحني بهذا الشكل، ثم أعود إلى السطر الرئيسي، وفي الأخير أضع له سنة. هذا صاد في أول الكلمة. الآن مصحف، مصحف، مص، ص. هذا الصاد جاء في وسط الكلمة. أعيد كتابته هنا بهذا الشكل. الآن نكتبه في الفضاء يا أطفال، هيا معي. نقطة، أبدأ، خط أفقي، خط منحني يصعد نحو الأهل الأعلى، ثم أعود إلى السطر وأضع سنة. الآن نكتبه على الألواح. نمسك القلم جيدا، انظروا أين أبدأ. أبدأ بهذا الخط، خط أفقي على السطر الرئيسي، ثم أعود إلى هنا بخط منحني، أعود إلى السطر الرئيسي، ثم سنة بهذا الشكل. أبدأ بهذا الخط، ثم آتي إلى هنا، أعود إلى جهة اليمين، ثم أضع له سنة. علي أن أحترم الاتجاه، مهم جدا في الكتابة. لصن، لصن، ألاحظ الصاد هنا جاء في آخر الكلمة، متصل، متصل. انظروا، سأعيد كتابته هنا، خط ثم أصعد بخط منحني وأنزل بفسحة واحدة بهذا الشكل. الآن أكتبه في الفضاء، هيا معي. خط أفقي، أصعد بخط منحني وأنزل بهذا الشكل. الآن نكتبه أيضا على الألواح، هيا بنا. ماذا أفعل في الأول؟ في الأول أبدأ بهذا الخط، خط أفقي على السطر الرئيسي، ثم أبتعد قليلا وأصعد بخط منحني بفسحة واحدة، ثم أنزل بفسحة واحدة أيضا. هكذا أبدأ على الخط الرئيسي، أبتعد قليلا، ثم أرسم خط منحني، أعود إلى السطر، ثم أنزل بفسحة واحدة. هذا كان صاد في آخر الكلمة، متصل. صوصن، صوصن، ألاحظ الحرف هنا، صن جاء في آخر الكلمة منفصل، لا يتصل بحرف الذي قبله هو الواو. أعيد كتابته هنا بهذا الشكل، هكذا، وأنزل. سنكتبه في الفضاء، أبدأ من نقطة، أصعد بخط منحني ثم أنزل. الآن نكتبه على الألواح يا تلاميذ، هيا انظروا كيف أنطلق من هنا، من هذه النقطة يصعد بفسحة واحدة بخط منحني، ثم ينزل على السطر بفسحة واحدة. إذن لدينا صاد في أول الكلمة، صاد في وسط الكلمة يتصل من الجهتين طبعا، صاد في آخر الكلمة متصل، وصاد في آخر الكلمة منفصل. هذه مواضع حرف الصاد. شكرا لكم على حسن الانتباه، وإلى الملتقى.